الراديو 90-90 هواها مصر. شين شين شين، تلاتة شين مرة واحدة. مين بقى ما سمعش عن شين شين شين؟ شقاوة شباب شبرا يا عالم. كل من كان من شبرا يقول شبراوي أنا وأفتخر الصراحة. وبما أننا قاعدين نتسامر مع بعض، حبيت أنا رخرة أفتخر معاكم. ما هو في الأصل شبرا دي حدوتة حلوة قوي لازم تتحكي. الحدوتة بدأت لما علي باشا الكبير قرر يبني قصر جميل كده، فاختار حتة على ضفاف النيل اللي هي ايه؟ شبرا. بنى قصره في شبرا، وبعدها حس ان الحدوتة مش كاملة كده، قام عمل طريق واسع من كوبري الليمون اللي هو باب الحديد اللي بقى ميدان رمسيس. بعد كده عمل طريق واسع من رمسيس ده لحد القصر، طريق مزروع بشجر الجميز واللبخ. وشجرة اللبخ دي يا جماعة كان ليها زهرة حلوة قوي وريحتها حلوة قوي وشكلها مميز جدا. قام الناس سموا الزهرة دي دقن الباشا عشان شكلها الغريب والجميل ده. وحوالين القصر ده عمل محمد علي جنينة كبيرة قوي، زرع فيها شجر من أوروبا ومن آسيا، وكان عنده موظف درس في أوروبا اسمه يوسف أفندي. قوم يوسف أفندي اقترح إنه يزرع شجرة جديدة بتطلع فاكهة حلوة قوي وجديدة هنا على مصر. وكانت شبرا أول مكان فيك يا مصر تعرف اليوسفي أو اليوستفندي، تتقلب البلدي كده يوستفندي. مش بقول لكم شبرا دي حدوتة وحكاية؟ راح محمد علي باشا، وفضلت شبرا مكان جميل للفسح والخروجات. بس منين بقى جه اسم شبرا أساسا؟ الناس بتقول إن الاسم ليه أصل قبطي هو شبرو يعني التل، ويمكن ده سبب إنها حضنة لعدد كبير قوي من المصريين الأقباط، الله أعلم. بس شبرا اتحولت مع الوقت من مكان للفسح والخروجات لمكان سكني مهم جدا. كان محمد علي باشا الله يرحمه راجل عنده بعد نظر، يعمل شارع كبير يعيش سنين يستحمل كثافة السكان، ويقوم باني قصر كبير فيه في نفس الشارع، يقوم يلاقي الناس جاية تبني جنب قصر الباشا. ده اللي حصل. زي ما بقولك كده، البشوات والأعيان ابتدوا يبنوا في شبرا جنب قصر الباشا، بنوا قصور كبيرة زي قصر زينب هانم بنت محمد علي، قصر أنجا هانم أرملة محمد سعيد باشا ولي مصر، وغيرها من القصور كتير. وكانت شبرا على معاد تاني مع الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل جه وشق عدد كمان من الشوارع في شبرا، واعترافا بأهمية شبرا جت الشركة البلجيكية وراحت مادة خطوط الترماي لشبرا. كان بيمشي في شبرا بقى أكتر من خط للترماي، خط 8 وخط 9 وخط 16 وخط 21. أيام بقى، أيام كانت معظم شوارع شبرا دي منسوبة لأسرة محمد علي باشا، اعترافا بالفضل لأنه هو اللي أنشأ حي شبرا. ومع ثورة يوليو اختفت أسماء كتير من شبرا، أسماء عدد كبير من الشوارع، مع أنها أسماء مهمة وليها تواريخ. يلا ما علينا، المهم فضلت شبرا توسع وتكبر لدرجة أن سكانها بقوا يقولوا عليها جمهورية شبرا. أيوة جمهورية، الله، مش شبرا مصر وشبرا البلد وشبرا الخيمة وشبرا المظلات تبقى جمهورية ولا مش جمهورية يعني؟ لكن مين أول واحد قال شين شين شين؟ مين اللي قال شقاوة شباب شبرا؟ الصراحة ما أعرفش ولا حد تاني يعرف، أصل كتب التاريخ ما اهتمتش تحكي لنا قصة شين 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 دي. هو أكيد يعني كان في شاب شبراوي معجباني بنفسه قوي وقال أنا من شبرا وزعق وقال شين شين شين، سألوه يعني إيه؟ قال لهم شقاوة شباب شبرا. والله جدع، أهو عمل اسم جديد، أي حد يقول قدامك شين 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 تعرف إنه شبراوي ويفتخر.